يعني شوف، هو العراق لا يمتلك منظومة دفاع جوي، يعني هذه يعني بصدد مو بصدد دفاع عن هذا او ذاك، يعني السيد السوداني والسيد العامري. طبعا انتهاك سماء العراق غير مقبول، يعني هذا اكو اتفاقية امنية ويا الولايات المتحدة ان تحمي سماء العراق، وهذا بالاتفاقية الامنية موجودة، وتحمي اراضيه من كل الاختراقات، صار وحتى كانوا انتهاك لو لا؟ محددين الوقت. نعم، صار انتهاك لسمائنا لو لا؟ ما اسمعك. اكو صار انتهاك لسمائنا لو لا يعني انا بالضرب ما على اعرف، ايران؟ طبعا دول المراقبين الجويين وقيادة القوى الجوية تعرف اكثر من عندي ومن هذا، يعني لا احنا لا، مجرد تصريحات سمعناها. سيد العامري شلون عرف؟ انا سمعت انه الضربة جاءت من خارج يعني الحدود العراقية، وقسم قالوا لا، الضربات كانت من داخل الحدود العراقية، وقصفت هذه الطائرات اخترقت الاجواء العراقية، واحنا حتى خرق الاجواء، يعني احنا قبلها اخترقت الاجواء العراقية طائرات اسرائيلية وامريكية وضربت مقرات الحشد الشعبي، يعني هذا ما اعتقد الموضوع. حلو، الحاج العامري العدل ليش ضايج؟ نعم، الحاج ضايج العامري لانه ليش هاي ضايج؟ تتكرر، هاي الانتهاكات ها تتكرر وتؤدي الى ضرب دول جوار، ربما في المستقبل دول اخرى تنضرب من سمانة، وهذا طبعا اكيد مرفوض، لازم يضوج، يعني شلون يقول لهم يابا فوتوا واضربوا لا واطلعوا، كان يعني من اي دوله كانت، يعني ممنوع منه هذا، يعني واجب الحكومه انه تتخذ بها بيانات او تتخذ بها اجراءات، عندك يعني مجلس الامن شكوى او كذا، او الولايات المتحده هذا إذا تنزل على ثبت السفيره الامريكيه تقول لها يابا انتوا عندنا اتفاقيه امنيه شلون تخليهم يخرقون. صح. واحنا ننسى اسرائيل كانت تحاول انه تستهدف العراق في الضربات، وقالت انه هذه واحده من الضربات مالتي راح تكون موجهه للفصائل المقاومه او الحشد الشعبي في العراق او مقرات عسكريه في العراق، لكن تحذير اجى من الولايات المتحده قال له احنا اكو اتفاقيه امنيه اذا ضربت العراق هذا الامر راح يكون مردود سلبي علينا، راح تلغي الاتفاقيه ويصير بمشاكل للولايات المتحده الامريكيه بالمستقبل بسبب يعني توقيع هذه الاتفاقيه. فاما انتهاك الاجواء طبعا مرفوض اكيد، يعني الحاج العامري يطلع عصبي وزعلان انه شلون تنتهكون سماء احنا العراق وياه وتضربون. والله، احنا وياه بالعكس ونشد على ايديه، لكن شلون لا عرف يعني انت هسه قبل شويه قلت هي لازم الى انه القيادات هي اللي تقول انت استاذ، تم انتهاك سمانا او لا؟ مو نعم يعني هسه مثلا اذا يصير الطيران الايراني ينتهك سمانه يروح يضرب اسرائيل. نعم، صار ب 1 اكتوبر لا لا، كطيران ماكو صواريخ، عندنا صواريخ. عشان صواريخ. ها طيران ايه ما انتهك، لا لا لا، طيران ما انتهك، ايه وصواريخ طيران عسكري، طيران عسكري، يعني الصواريخ هي اكيد تفوت من عندنا تروح على اسرائيل وتجيب اسرائيل على العراق، لازم تفوت منها طيب، 100 قبل مره، المسيرات تستر مثلا على اوروبا وترجع مستحيل. اي فهاي يعني لا، الموضوع يعني الضربة هذا الأولى قبل المسيرات كانت طيارات، هو انتهاك الجو هذول، يعني هنا هي هذه مثلا. كانت طيارات نعم، قبلها لا المسيرات. المسيرات ما ضربت من ايران، المسيرات في وقتها اللي ضربت اسرائيل ما كانت من ايران. من العراق لا منين؟ لا لا، مو من العراق، يعني اكو مسيرات من العراق انضربت اثنين ضربوها النجباء، وهذا واضح ببيانهم. المسيرتين اللي يمكن هي اوجعت اسرائيل اكثر من اي ضربه ضربتها من ايران او من حتى من حزب الله. بس حزب الله اكيد يعني من هناك او من سوريا اكو طيران كان طيب على الكيان الصهيوني بالرد الايراني الاول او الثاني، الاول عفوا مو الثاني.